صرح طبي عملاق وخدمات يستفيد منها أبناء مديريات الساحل الغربي. المستشفى السعودي الميداني في المخا يستعد لاستقبال الحالات المرضية بجميع أنواعها وفي جميع التخصصات الطبية، والذي يجري العمل في استكمال التجهيزات على قدم وساق. طبعا اليوم سعدنا بزيارة المستشفى الميداني السعودي في مديرية المخا بجد صرح طبي متألق في مديريات الساحل، وخدماته تقريبا ستغطي الأربع المديريات. أقسام متعددة تم تجهيزها مثل قسم الولادة وعيادة الأسنان والمختبرات، والذي تستكمل إجراءات تجهيزها استعدادا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مشاريع دعم القطاع الصحي في اليمن. مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز التقى بالعاملين في المستشفى واستمع إلى شرح تفصيلي حول استكمال التجهيزات والخدمات التي سيقدمها هذا الصرح الطبي لأبناء الساحل الغربي وأقسامه المتعددة، واطلع على سير العمل ووضع اللمسات الأخيرة التي تجري قبيل افتتاحه رسميا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. الشيء الجميل في هذا المستشفى الميداني أنه يستقبل الحالات بكل أنواعها، سواء كانت حالة عسكرية أو مدنية، إلى جانب وجود قسم للولادة، قسم أسنان، مختبرات متكاملة، بنك دم. أيضا في بنك الدم يتم فصل الصفائح والبلازما، وهذه خدمة في المنطقة كانت تفتقر إليها. الحالات المرضية بجميع أنواعها يستقبلها مستشفى السعودي الميداني ابتداء من الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة أبناء المناطق المحررة، والتي ستخفف عليهم عناء السفر إلى محافظات بعيدة بهدف العلاج. طبعا العمل يجري على قدم وساق لاستكمال التجهيزات في هذا المستشفى، ونشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم للخدمات الصحية في هذه المديرية لتقديم الخدمات الصحية والتي يفتقر إليها أبناء هذه المنطقة. ويعد إنشاء المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخا إحدى ثمار زيارة قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح للمملكة العربية السعودية في يناير العام الجاري، والتي أسفرت عن دعم سعودي لعدة مجالات بينها القطاع الصحي في مناطق الساحل الغربية المحررة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.